ازول فلا كنت مرحبا سكنت لا فيديو بوساغي. مرحبا بكم البنات الى الفيديو تاع اليوم. دي لا فيديو بوساغي مكات تواليم في لاروب كابيل سامبل ذا شو اساغي ان بازيكان اف كنت دعوذر افصل لا مونش غيس لا مونش غيس عن لي كاريا غي سداو سداو ثغروط كنت دعوذر الفصالينس لي ديتاي وقت دعوذر المونتاجينس سفلى لاروب تبع مثل كان لا فيديو من لا فان توالي مثاك لي ديتاي لا مونشاغي. اذا البنات في هذا الفيديو راح نعاود لكم تفصيل وخياطه هذا الكم اللي عنده هذا المربع تحت الابيض. بزاف البنات ما فهموش طريقه تفصيل وخياطه هذا الكم. راح نعاود نعاود التفصيل نتاعو بالتفصيل بلي ديتاي ورايحين نفهمكم ان شاء الله. تبعوا لا فيديو حتى للاخير وتشوفوا طريقه التفصيل وطريقه الخياطه نتاعو فوق لا روب. بون هذه تزواره في دي تبع لا شان سي تزواره الموديل اكي بليزيور فوا في تخدم مع يد كنت سوجلال سلفضانكي ميم سليمونش كنت جالي ليا دي لا ديسكريبسيون. ما الى تيدي ديالنا انت جديدين او كنتي ذو فيه منارة معليش اساقي اثي دعوذة ما كانت سوالي مثيه ذا قيس ملال غلاغو بنتاث ذو جلال اجل نو اجلال انتا ذو الفضان ثورا بعدير ادي زمار ليمونش. قلت لكم اذا بالنسبة للاخوات اللي والفوا يتبعوا القناة هذا الموديل درتو بليزيور فوا في القناة هذا النوع من التفصيل درتو بليزيور فوا. لقيت الجلال بالصدر تاع الجبه ودوكا راح نفصل لي موش نتاعي. عندي هنا قطعة تاع القماش طوتها على 4 ساعه داكي المورسو التيسيو خدمت اف ربع خدمه داكي تخمم لا لونغور تخمم كني كنت هو كني خدمه لا لونغور ينس 45 اسال نور ابواني ذا شوخ نمثي كل يوث أتخدم لا لونغور إسي هوان ذا كي تهري بالنسبة للعرض دارت العرض نتاع الصدر تاع هاد الجبة تهري لا مونشاكي خدم غاس أي نسعة لفضانينا أما كاد ولم في لا فيديو ما إلا تهري نسوك سار نكي نخدم غاس 25 باسكو كنت أخدم غابواني دونك أخدم لي بلي كون نمثي موس خدم ثرا بواني خدم تسكن 20 سنتيمتر و سارينا باركا هاذي ديك زما اما كتتواليم راح نقطعوه كيما راكم تشوفو. بالنسبة للبواني راح ندير فيديو عليه سبيسيال عليه باش نفهمكم مليح البواني تاع هاد لامونش. اما في الدرس هذا اليوم راح نبازيو على هذاك المربع ني راكون طابواني ياكي اسخدم لا فيديو واحد سوا كن كنت تخدم غاك لي ميزور ينس كنت تفهم مليح مشاتي ديز ميم فمشا تخيضنت ما الا لا فيديو بوسيغي ان بازي اف لي كارينا لي كارينا نكيني خدم غاس 20 سور 20 باسكو فامطوث هراوث تبغى لا روبينس اتيلي هراوث. قلت لكم هذاك المربع انا درت له 20 على 20 باسكو المراه سمينه شويه وحبت تكون لا روب نتاعها عريضه بزاف فوالا. نمر الان لطريقه الخياطه نبداو بهذاك المربعين كلكم نخيط له المربع نتاعو. ناخذ انا دي ثوره اد نخيط لا مونش انزوير سلي كارينا بيان سور او ساون دي لا تيت دو مونش كل يون اس نخيط الكارينس نما كد سوالي مثلق اذيلين لو ميم سونس ستادير ولا مثل مشي طفغ لي مونش الا قاد مقابل انت كاين وكن ادزكن لي كارينا دون دي جيوث نلجيها لا مونش جيسبر تيليم تفهممت. هنا درت لو بواني درت لو زيكزاك نتاعو داك خدمه بواني خدمه سلكالون ينس ناخذ لا بروشين فيديو ان شاء الله كنت تخدم لا فيديو سبيسيال البواني ياكي سلي ديتاي باسكو في مغاري نحمل انت البواني لنا لا ادسم لي لا مونش دوك كيما راكم تشوفوا راني نخيط لا مونش
تبعوا مليح باش تشوفوا كيفاش راني نلاقي لامونش نتاعي. تبع مثل كانت والي مثل مكاس مليلة لامونشيك. ثاني هو مشى كنت دفع لا موشن كنت ثاني هم قلت لكم هذا بالنسبه لكم راح يخرج لكم هكذا. دوكا راح نشوفوا طريقه المونتاج نتاعو فوق الجبه ثورا ادنوالي ام ثلاث نسالي سوفلا لا روب اماكن كنت دني غير هيسيت زواره نسعى الفضان كذو جلال ملالين نخدم المليون سن لي بول. قلت لكم عندنا الصدر والجلال خيطناهم ونعينو المنتصف. المنتصف هو الكتف ونعينو منتصف الكم نخدم الميليو لامونش اثنطف سليبانغ ميليو كونتر ميليو منتصف كونتر منتصف كما راكم تشوفوا. ومن بعد نبداو نخيطو. تقدروا كاين زوج طرق. الطريقه الاولى درتها ديجا معاكم نحكم هنا المنتصف ونروح نحوس على نقطة الانطلاق كما راكم تشوفون. نبدأ الخياطة نتاعي من التحت ونمروا بالمنتصف ونكملوا حتى الجهة الأخرى ونغلقوا لاغوب نتاعنا. درك تشوفوا فوق ماكينة الخياطة نراكم كنت تطفو مثل الميليو تروح مثل دنادي مثل البوان دو ديبار سي تزوالا لامونش ومن بعد تعدي مثل الميليو تكمل مثل كوتي نيضن وتسملي لهم مثل لاوب نكون ثورا تيدوالي مثل سفلى نتماشينت. ذاغن ثلا لا ميثود النظام. الطريقه الثانيه تخيطوا او النصف الاول ومن بعد تخيطوا النصف الثاني للكم ومن بعد تلاقيو لا روب نتاعكم. تبعوا الطريقه فوق ماكينه الخياطه تبع بثديه سفلى تماشين تتوالي مثل مشات السمليل مثل لامونش سفلى اكو لا روب. ذا شو كان ما تخيضم تحاذر مثل تحازم ثرا لا دونتالينا الا سودا. كي تخيطوا لا روب نتاعكم فات اتونسيون باش ما تقيسوش هذيك لا دونتيل اللي درناها فوق الجبه.